السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. طبعا انتوا عارفين ان احنا دلوقتي معانا جيتور الاكس 95، والمفروض ان احنا قلنا ان احنا هنجرب العربيه كاجزاء منفصله، يعني مثلا كل حاجه هنعملها تجربه وهننزلها، وفي الاخر هيكون في راي نهائي او راي تجميعي لكل الحاجات اللي احنا جربناها في العربيه. دلوقتي هنجرب مع بعض. اول حاجه ان انا موصل عليها فلاشه، هنجرب الشاشه الوسطيه بتاعتها لان ناس كتير سالتنا عليها، ودي من النقط اللي انا شايف انها نقطه قوه كبيره قوي. شاشه الانفوتيمنت بتاعتها شاشه خطيره قوي. مبدئيا هي بتشغل افلام، بتشغل فيديو زي ما احنا شايفين هنا كده اهوت، تمام. اللي عايز اقول لكم عليه بقى ان الصوت بتاعها رهيب. طبعا الوانها زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني الاضاءه بتاعتها عاليه، ريزولوشن عالي، بتشغل افلام كبيره، يعني دلوقتي حاطط عليها فلاش عليها افلام كتير جدا اجنبي، تمام. وهي بتشغلها بامتياز زي ما احنا شايفين اضاءتها ممتازه. طبعا هي شاشه 12.3 بوصه، طبعا البيز هنا صوت محيطي بطريقه غبيه قوي قوي قوي، يعني هو ده فيلم رعب طبعا اسمه رن، حاولوا تبقوا تتفرجوا عليه، هو فيلم حلو. يعني الفكره ان الشاشه زي ما انتم شايفين الوانها حلوه، اضاءتها حلوه. عشان تعرف جوده الشاشه كمان بتشوف اللي هي الترجمه اللي هنا مدى الوضوح بتاعها انها مش مغششه، كل حاجه تفصيليه فيها واضحه. اللقطه دي حلوه على فكره. صوت سيتر، يعني صوت مسرح. طيب كفايه عليها كده. نيجي هنا للاضاءه المحيطيه. طبعا شايفين هنا الاضاءه دي متغيره، متغيره الالوان. المفروض ده جلوس بيانو بلاك، يعني المفروض ده اسود لامع، ولكن في الخلفيه بتاعته بيديك الاشكال المربعات اللي شكلها جميل دي، خلاص. طيب نيجي هنا للمنطقه الوسطيه دي. المنطقه الوسطيه دي يعني فعلا شبه كبير قوي، او يمكن تقليد للرانج روفر. طبعا انا كنت مصور اكتر من حلقه قبل كده على اكتر من رانج، ولكن ممكن تشوف الحلقه بتاعت الرانج روفر اللي هي سياره عمرو اديب، كنت انا مصور الحلقه كده، كان سياره عمرو اديب كانت رانج روفر فوج بايوجرافي. طبعا ممكن انتوا تتفرجوا عليها، هتلاقوا المنطقه الوسطيه دي بالظبط بالظبط، يعني هي نسخ منها تقريبا على ما اتذكر، نسخ من المنطقه دي في الرانج روفر، طبعا اكيد مع الفارق يعني. ولكن هتلاحظ هنا شاشه 9.7 بوصه، دي خاصه بالتكييف، طبعا كلها تاتشات، تمام. طيب تكييف العربيه، الناس سالتنا على التكييف، التكييف بتاعها تكييف جميل حتى الان، يعني التكييف حلو. احنا طبعا بالليل، ولكن وانا سايق بالنهار كان التكييف حلو، تبريده حلو، تمام. وطبعا فتحات تكييف بقى كتير قوي، يعني انت هتلاقي هنا فتحات تكييف، يا ريت لو تفتح الفلاش، هتلاقي هنا فتحات تكييف وسطيه هنا، تمام، فتحات تكييف هنا، والاماكن بتاعتها كويسه، التغذيه بتاعتها كويسه. هتلاقي هنا كمان فتحات تكييف هنا للمنطقه الخلفيه هنا شايفين، وفي فتحات تكييف ورا كمان لصف المقاعد الثالث مهتمين بيه، وهنلاقي هنا في فتحات هنا في النص هنا، ومن الجنب اللي ورا ده هتلاقوا فيه تحكم من تحت هنا كمان، هتلاقوا فيه تحكم هنا في الصف المقاعد الثالث من ورا من تحت كده شايفين، هتلاقي فيه هنا تحكم في التكييف الخلفي بتاع صف المقاعد الثالث كمان، عامل فيه مفاتيح تحكم. طبعا التكييف هنا دوال زون، يعني المنطقه اليمين غير الشمال، ممكن ان انت تخلي ده درجه حراره واحده ودرجه حراره واحده، وكمان تقدر ان انت تتحكم في المنطقه الثالثه اللي ورا في سرعه المراوح بتاعتها. طيب يبقى ده المنطقه بتاعت التكييف. طبعا كل ده لسه هنتعرض له ان شاء الله بالتفصيل، ولكن انا بديكوا لمحات سريعه. نيجي بقى للمنطقه الوسطيه اللي هي الشاشه هنا الوسطيه. الشاشه الوسطيه دي شاشه 12.3 بوصه، يبقى احنا هنا 12.3 بوصه وهنا 12.3 بوصه، يعني تقريبا بنتكلم في 25 بوصه الشاشتين دول. طبعا واضح قوي شاشه كبيره قوي، وهنا شاشه 9.7 بنتكلم تقريبا في شاشه 10 بوصه هنا. طبعا الشاشات دي عامله شغل حلو قوي. طبعا انت ممكن ان انت تغير في الاشكال بتاعه العدلات دي، ولكن احنا مثلا اخترنا الشكل الكلاسيكي بتاعها ونبدا ان احنا نتحرك بالعربيه. بس انا عايز اجرب هنا الفيديو هيفضل شغال لحد سرعه كام. طبعا مجرد ما هنتخطى حاجز ال 15 كيلو هنلاقي العربيه راحت جايبه لنا الرساله دي، كرنت سبيد 15 كيلو متر درايفنج سيفلي، والفيديو نقفله ولا لا. احلى ميزه بقى هنا عجبتني في القصه دي ان انا ممكن اقول له لا، وتفضل الشاشه تشغل الفيديو
برغم ان انا سرعتي تخطط حاجز ال 15 كيلو، واي سرعه بقى انت هتمشي عليها عادي، مفيش عندك اي مشكله، هيفضل الفيلم شغال معاك ومفيش عندك اي مشكله. طبعا انا بالنسبه لي دي ميزه جميله قوي، لان انا ما بحبش اللي يتحكم فيا، انا ما بحبش العربيات. هو امان وكل حاجه طيب، بس انا مش عايز الامان بتاعك. يعني انا يا عم انا عايز اتفرج، اللي معايا اطفال وعايزهم يتفرجوا، انا هبقى انا مركز في طريقي، فمش مجبر ان انا اقفل الشاشه او ان انا اقعد اهكرها او اعمل لها تخطي لحاجز الامان ده بمشكله تانية. لا، هي بتديك الاختيار، بتديك الاحتمال اللي انت عايزها، عايز تشغل الفيديو، عايز توقف الفيديو، دي حاجه ترجع لك انت، مش محتاج ان انت تجبرك على حاجه معينه وتقول لك ده عامل امان. لا، هي بتقول لك الامان بتاعك، عديت 15 كيلو ابدا ان انت اقفل الفيديو. طيب هنيجي هنا لحاجه من المميزات التانية، لاحظوا ان كده ده بيقدم، كده بيرجع، كده بيرفع الاضاءه، تحكمات سريعه اهي، الاضاءه بتنزل اهي بترفع، تمام. هنا بيوطي الصوت، هنا بيعلي. دلوقتي احنا هنتكلم على الاضاءه بما ان احنا بالليل، ده كده بدون اضاءه، لاحظوا الطريق كده الاضاءه تمام، وطبعا الاضاءه بتاعتها اوتوماتيك. خلينا بقى نشوف الاضاءه بتاعتها العالي، شايفين عالي، شايف اللوحه اللي قدام دي، مش عارف هو واضح قدامكم ولا لا، تمام. انا هطفي المنطقه دي، شايفين كده برضه عشان تشوف مدى قوه الاضاءه بتاعتها. طبعا الاضاءه بتاعتها ليد، والفوانيس الاماميه بتاعتها ماتريكس ليد، اللي هي بتبقى اكتر من عدسه وبينوروا ليد، تمام. شايفين الاضاءه بتاعتها. طيب في حاجه كمان هنا في الاضاءه، ان في عندك هنا مفتاح تحكم في ارتفاع الاضاءه. هنا كده الاضاءه اتكسرت اللي تحت خالص ازاي، وبقت مركزه تحت، هبدا ارفعها. شايفين المواتير اللي في الفوانيس الاماميه او المصابيح الاماميه بدات انها ترفع الاضاءه وتفردها قدامك للمدى اللي انت عايزه. طبعا دي بتبقى حاجه جميله جدا يعني في الاضاءه. انا شايف الاضاءه بتاعتها كويسه قوي بالنسبه لحجمها، وبعدين ما ننساش كمان الفوانيس بتاعتها العاليه اللي فوق دي، فبتحقق اضاءه لمدى اطول. انتوا رايكم ايه؟ برضو اكتبوا لي في التعليقات، شايفين الاضاءه بتاعتها بقوه كافيه ولا لا؟ برضو محتاج اسمع رايكم. تمام، دي كده الاضاءه. طيب لاحظ معايا كمان ان انا لما باجي افتح الاضاءه بيروح جاي هنا، انا فاتح اضاءه هنا في الارجل الامام هنا، وهتلاقي الاضاءه بتاعه المنطقه الوسطيه او بتاعه الشاشات حصل لها ديمير او حصل لها تخفيض للاضاءه. بص لاحظ معايا كده، شايفين هنا هتلاقوا الاضاءه عاليه قوي. بصوا كده الاضاءه بره عامله ازاي، يعني عايزين تشوفوا كل ده. مجرد ما فتحت بره بدا يحصل هنا اضاءه في الارجل، وبدات المنطقه الوسطيه بتاعه الشاشه الوسطيه دي بدا يحصل لها زي ما قلنا تخفيض للاضاءه علشان ما تاذيش عينين اللي سايق. الفكره هنا يا جماعه ان العربيه انا شايف الاضاءه كويسه، انتم برضو اكتبوا لي في التعليقات الاضاءه بتاعتها ايه. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا في الفيديو الصغير ده على الاضاءه بتاعه العربيه الخارجيه والاضاءه الداخليه والامبيانت لايت والشاشه بتاعتها. ومن ناحيه الشاشه بقى نيجي هنا، خليكم معايا نخرج بره بسرعه. في عندك هنا التحكمات بتبقى هنا من الماوس ده، اللي برضو زي الماوس بالظبط بتاع المرسيدس وبتاع برضو الرانج روفر، فيها نفس الشكل ده. ممكن انت بتختار هنا مثلا، هنختار دي تمام. هنبدا ان احنا نقول له عايزين الميوزك اهوت. قليلا وإياي فاتقون. طيب لاحظ الصوت هنا محيطي، محيطي بطريقه جميله جدا، يعني متهيألي ما يعني ما جربناش عربيه بالصوت المحيطي ده في الرينج السعري ده. الفكره ان في هنا غير الشاشه ال 12 و 3.10 اللي انت بتتحكم فيها بتاعت الانفوتيمنت، لا في عندك 11 سماعه بيشتملوا على سبوفر امامي وسبوفر خلفي، فطبعا عامل لك صوت محيطي مجسم جميل جدا 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 صراحه. يعني بالنسبه بقى لانظمه الدعم بتاعت القياده، فانت في عندك نظامين مهمين، النظام التحذير بتاع النقطه العمياء ونظام مراقبه المسار. طبعا نظام مراقبه المسار زي ما انتم شايفين دلوقتي، لما باجي اخرج عن المسار بيبدا ان هو يديني تنبيه، وبتبدا العربيه تبين لك ان انت خرجت عن المسار بتاعك. نظام النقطه العمياء لسه حتى الان ما جربتوش بصراحه، تمام. هنا بيقول لك اهوت اللين، بيقول لك انت كده، شايفين
بيقول لي انت كده اللين دي اللي هي الحاره المروريه انت كده بدات تغلط فيها. خلي بالكم ان في نقطه مهمه قوي مروريا الشيء بالشيء يذكر، ان احنا دايما في الطرق بتاعتنا احنا واحنا سايقين بنتعودين ان احنا ايه نخلي الخيط ده في النص، صح؟ بتفضل ماشي عليه كده، بس ده اكبر غلط. يعني بره شايفين هو كده بيقول لي انت غلط، انت خارج بره الحاره المروريه بتاعتك، او شايفينه بيجيب لك انت خارج من انهي حاره كمان، يعني اليمين او الشمال. المفروض يا جماعه ومروريا وقانوني ان انت تمشي ما بين الخيطين، انما مش ان انا اروح جاي ماشي على الخيط ده كده ولا امشي فين في النص. في النص دي غلط، اتفقنا؟ يبقى احنا تاني كده جربنا التنبيه بتاع الخروج عن المسار، وطبعا بتديك هنا على العلامه الخضراء دي بتبين لك ان انت في خروج عن المسار. العلامه التانيه دي المفروض ان هو تنبيه النقطه العاميه، ولكن تنبيه النقطه العاميه انا لسه ما جربتوش. خلونا نجرب التسارع كده سريعا. لاحظوا طبعا دلوقتي بتقول لي انا تجاوزت حد السرعه اهو، شايفين هي دلوقتي بتقول انت بتخرج على المسار برضو، وبتقول لي انا تجاوزت حد السرعه اللي هو 120 كيلو، تمام. طيب حتى الان الانظمه بتاعتها شغاله كويس. طبعا حكايه العفشه بقى والموتور والتسارع والكلام ده هنتكلم عليها بعدين، ولكن اكيد انتوا حاسين دلوقتي صوت الطريق مقبول. يعني احنا دلوقتي بنتكلم تقريبا ماشيين 120 كيلو تقريبا، ومع ذلك صوت الهواء وعزل الطريق والكلام ده مقبول. خلاص ده كده انطباع مبدئي عن الاضاءه بالليل، الاضاءه الداخليه بتاعت الصالون، التكييف، الامبيانت لايت، الشاشه، الفيديوهات بتاعتها. برضو تابعوني الفترة الجاية بإذن الله هبدأ إن أنا أنزل برضو انطباعات مبدئية عن كل جزء في السيارة بنجربه. وفي نقطة مهمة كمان، حاول إن أنت تدوس إعجاب علشان الفيديو يبقى مرشح من اليوتيوب إن الناس كتير تشوفه، وحاول كمان إن أنت تفعل رمز الجرس، يعني تشترك في القناة وتفعل رمز الجرس عشان يوصلك إشعار بإذن الله كل ما ننزل حاجة جديدة في العربية. وخلونا نكمل بإذن الله تست درايف بتاع العربية، والسلام عليكم.